إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زالت الثلوجة في المدينة الصغيرة تقاوم أقوى دولة بصورة أسطورية عظيمة، رغم الأكاذيب الإعلامية الأمريكية. لا زالت الثلوجة تقاوم رغم أشنع الكرائم، والجرائم الإنسانية وسط قمص العالم المخزي. ألا تحمل إلى الأنبار أبياتي، وحيي بها من الفلوجة الآتي. أتيتكم حديث أم به عجب، من الإله تنزل في السماوات، ورمحكم سلاح أم هو الصعق يزلزل جيش المجرم العاتي. عباد الله، من بين آلاف الصور للإبادة الجماعية في الفلوجة والعراق، سمح الجيش الأمريكي بنشر تلك الصور التي تصور ذلك الجندي الصليبي وهو يقتل المسلم في المسجد. سمحوا بذلك ليقولوا لنا إنها حرب صليبية ولكنكم لا تفهمون. سمحوا بنشر تلك الصور ليقولوا لنا بكل شجاعة ووقاحة إنها حرب صليبية ولكنكم لا تفهمون. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والله إننا لفي حيرة، مع بني جلدتنا. أنصدقهم؟ أنصدق كلام الله؟ أنصدقهم وهم يقولون لنا هؤلاء دعاة للحرية والسلام وهدفهم نشر العدل والاحترام لحقوق الإنسان؟ أي إنسان يقصدونه؟ هل رأيتم صورة ذلك الشيخ الكبير الأعجم من السلاح وهو مستكين على حائط المسجد يقتل الدم من أنفه وقد فارق الحياة؟ هل رأيتم صور الأطفال تحت الأنقاض وتحت الدبابات؟ أرأيتم صور النساء وهن جرحى وأكلاء وينادينا وإسلاما وإسلاما؟ دماء السم بالأنبار تجري، يئن لها قلبي أنينا، فإني ولا مجيب لها يلبي ولا حر بأرض الخائنين. عدارة تستباح إلى المنايا فيذبحها اليهود المعتدين، وقتل يستغيث فلا قنود ترث ولا تحم له حنينا. وشيخ قد علاه من الخطوب وجوم، أين قوم الأولين؟ فأين الدين يا أتباع قومي؟ أما فيكم رجال صادقين؟ ألسنا إخوة في دين طه؟
ألتنا المسلمين المؤمنين؟ أما بمحمد فيكم دمام فآثرتم ولاء المشركين؟ ألا غوث وقد نجر الصليب بأرضكم النزول الحاقدين؟ أليست هذه بغداد تحكي حكاية مجدكم مجد القرون؟ شروحكم هنا تاريخ عز تعيش به العلوج المفسدين. عباد الله، لقد أيقظت الفلوجة الأمة، وأشعلت فيها روح التحدي، وضربت مثل المستبر والاستبسال مهما كانت قوة العدو. والأهم أنها كشفت حقيقة الشعارات الزائدة عن الحرية وحقوق الإنسان، وكشفت وفضحت المنافقين والخونة والعملاء. لقد علمتنا الفلوجة دروسا وأظهرت لنا حقائقا وعبرا، منها أن الأمة لا زالت بخير، ولا زالت كالجسد الواحد مهما حاولوا تفريقها بتقسيمها إلى ممالك ودويلات وإقامة الحدود بين شعوبها. فها هي شعوب العالم الإسلامي تنادي بالفلوجة وتردد اسمها وتقرص لها مساجدها ويدعو لها سيبها وشبابها ونساؤها وأطفالها. ها هي الأمة تردد فلوجة يا ذرة الأحرار صبرا، سيدحق صبرك النذل اللعين. رجالك لن يقوم لهم جبال، رجال الحرب طاحنة ذبونا. إذا لاحت لهم طوب المنايا تلقوها أسود الناطحين، وإن نهضوا فصوتهم يدوي فتحسب أن صوتهم المنون. وإن قاموا إلى الأعداء ولوا عنوز صائحين مولولين. قال ربنا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المسلمين في تواسيهم وترابطهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسماء. فلا تحزني يا فلوجة، فقلوبنا تبكي دما، وإن أصوات الرجال وبكاء الأطفال واستغاثات النساء قد وصلت إلى مسامع الرجال والأطفال، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن الدروس والعبر التي علمتنا إياها فلوجة العز أن الصليب قد تورط ورطة كبيرة، ومعقدة جدا. ظنوا أن الخروج مثل الدخول، لقد أدخل المجاهدون بأبي هو أمي، الصليب في نفق لا عودة، وأن قبورهم قد سترت لهم، بل ستترك جثثهم لتأكلها الكلاب. ظنوا أنهم إن دمروا الفلوجة دانت لهم العراق. يا لهم من أغبياء، حين ظنوا أن الفلوجة كالنجف وكربلاء. لقد انطلقت المقاومة من بعقوبة والرمادي والموصل وبيجي وكركوك وبغداد وسائر الأنحاء أقوى مما كانت عليه من قبل. ولئن احتاج عباد الصليب حتى 20,000 من أعتى جنودهم لاقتحام مدينة فارغة، فكم سيحتاجون من أسباب الباطل وجنود العبر واللواط كي يقفوا في وجه هذه الأمة إذا ما قرر النائم منهم أن يستيقظ، والغافل منهم أن ينتبه، والعاصي منهم أن يتوب. ولقد شهد شاهد منهم أنهم ما كانوا يظنون أنهم سيواجهون بمثل تلك القوة والشراسة. والحق ما شهدت به الأعداء. اسمع معي هذا الخبر والذي نشرته مجلة النيويورك تايمز في عددها الأخير بعنوان: واحد من أصعب دروس المعركة. 150 من المارينز من جنود البحرية
في مواجهة قناص واحد. يقول الخبر: في يوم الأربعاء من الساعة 8 صباحا قامت الطائرات مرتين بقصف ذلك المبنى الصغير المكون من 3 طوابق الواقع على الطريق السريع بطلب من جنود المارين. فألقت الطائرات قنبلتين جنة واحدة 500 رطلا مع إطلاق المدفعية حوالي 35 قذيفة، كما قامت الدبابات بإطلاق 10 قذائف بالإضافة إلى 30 طلقة من رشاشاتهم بواسطة جنودهم حتى لن يبقى من المبنى سوى حطام ودخان. ومع ذلك بقي القناص يطلق عليهم النار بل أوقع فيهم مقتلة، وعددا من الجنود قد سقطوا تحت رشاشة قناص واحد. أبقى كتيبة كاملة دون حراك لليوم كامل. يقول قائد تلك الكتيبة: كل ما في الأمر أن يجلس أحدهم يأكل طعامه بينما نحن نحاول بجنون أن نجد مكانه. يجلس أحدهم في مكانه يأكل طعامه يتربط بنا برصاصاته ويجن جنوننا حتى نعرف من أين تأتي تلك الطلقات. نسى هذا القائد الجاهل أن الأرض تقاتل مع أهلها ثم استعانوا بالطائرات بقصف المبنى الآخر المجاور ولمدة 2 ساعة، قنابل من الأرض وقنابل من السماء. وبعد أن هدأت قنابلهم فاجأهم القناص مرة أخرى وأوقع فيهم مقتلا. فقال قائدهم: لا أعرف أين هو ولكنه مدرب بشكل جيد قلت: هو يرمي بأمر الله القائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكم أن تتخيلوا معركة بين 150 من 8 صباحا وحتى 5 مساء. ثم انسحب القناص المسلم المجاهد بعد أن لقنهم درسا من دروس القرآن. قال الله: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. شكرا لكم يا أبطال الفلوجة، شكرا لكم يا أبطال العراق والسيسان وفلسطين، فلقد رفعتم رؤوسنا في زمن الذل والعار. ومن الدروس والعبر التي اتضحت وظهرت أن الإعلام العربي إعلام خائن. من الصور التي اتضحت وظهرت أن الإعلام العربي إعلام خائن، إعلام جبان، وأنه لا يستطيع أن يقول الحق. فليسه اتقى الله وسكت، ولكنه نطق بالباطل بل بالكفر والعياذ بالله. لقد تواطأ الإعلام العربي لدرجة غير مسبوقة، فانطلق كلاب الإعلام المرئي والمقروء والمسموع يضخمون ويعظمون الهالة الأمريكية، فتسارعت وسائل الإعلام لتبث تهديد الحكومة العميلة لشعبها وأنها ستسحقه كما تسحق الشعوب المسلمة في كل مكان. وما رأينا في وسائل الإعلام إلا تهديدات بوش ورامستيل وباقي قتلة الأطفال من الجنرالات الأمريكية والمسؤولين الخونة العراقيين. وفي المقابل لم نسمع من إعلامنا أنه نقل لنا أنات الأطفال وصيحات النساء وبكاء الشيوخ وهم يخطفون بعشرات الآلاف من القنابل المحرمة، لكنها محرمة علينا وحلال عليهم. بل بلغ الجبن إلى درجة أنه لم يتجاسر إعلامنا الجبان على إعلان أي خسائر للقوات الأمريكية إلا ما سمح لهم بذلك سيدهم الأمريكي. وهدفهم والغار هدفهم الله من هذا إحداث معنويات الشارع المسلم، فلا يسمع إلا انتصارات الصليب حتى لا يتفاعل مع شعب العراق المسلم ومع المجاهدين. عجيب أمرهم قتلوا في الفلوجة بزعمهم أكثر من 1500 من المجاهدين. أين صورهم؟
أين وثائقهم؟ أين أخبارهم الصحيحة؟ أين أخبارهم الموثقة إن كانوا صادقين؟ فليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين. على مدى عام ونصف لم يستطيعوا دخول الفلوجة، بل أباقتهم الويل، فجمعوا لها أكثر من 20,000 وحاصروها برا وبحرا وسماء. جاءوا ومعهم أذنابهم من القوات العراقية المرتدة التي سجلت أعظم خيانة لله ورسوله. فأي خيانة أعظم من أن تقاتل مع المحتل؟ أي خيانة أعظم أن تقاتل مع المحتل لتدمير بلاد المسلمين وقتل الضعفاء والفقراء والمساكين؟ أما قال الله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال قبل هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عباد الله، لا تنطلين عليكم الحيلة، فإن المعركة تنقل لنا بالعدسة الأمريكية وبأيدي إعلامنا الكذاب الخائن الجبان، فسيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وسيرون العذاب الأليم. بالأمس القريب نشرت جريدة الشرق الأوسط الخبيثة مقالات وتحليلات عن الأحداث هناك، فقالت: لقد تسبب المتمردون، يعني المجاهدون، تسببوا بحرمان أهل الفلوجة من بيع الخمور وسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام. قبح الله أقلامهم يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يسمعون. والله الذي لا إله إلا هو سيتبرأ منهم بوسوسهم وسيعلم أهل الإعلام الكاذب أي منقلب ينقلبون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أحبتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عباد الله، لقد كشفت لنا الأيام الماضية أن الصليب لا يحمل مشروع حرية ولا ديمقراطية مدعومة، ولا جاء من أجل ذلك أصلا، إنما جاء بطرا ورئاء الناس، كما قال الله: فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أما قال كبيرهم أنها حرب صليبية، فدافع عنه إعلامنا وقال: إنها زلة لسان عجيب، نجد من يدافع عنهم ولا نجد من يدافع عن حقوقنا. وما أخبار سجن أبي غريب عنها ببعيد؟ قال الله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. أحبتي،
وما أعظم الدروس والعبر المستفادة من عراقنا وثلوجتنا الصامدة. منها ومن أعظمها أن الوحش الكافر مهما بلغت قوته ومهما بلغ تسلطه فليس من الصعب هزيمته، فليس من الصعب هزيمته وكسر أنفه وتمريغ رجليه في التراب. وها هي الحلوجة تلقنهم الدرس يوما بعد يوم. قال الله: ولما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. نعم، إن مصدر عزنا وقوتنا هو قرآننا الذي يحاولون أن يحول بيننا وبينه ويشغلون عن تلاوته والعمل بآياته بالغنى والغناء والزنا والربا. إنه الكتاب الذي أفحم الخطباء وأخرس العظماء وأكت الشعراء وأجهز الأذكياء وتحدى العرب العرباء. تلاوته تذهب الأحزان وتثير الأشجان وترفع الشان وتثقل الميزان وتخطئ الشيطان وتثبت الإيمان. تبا لمن يقول بأننا سنهزم والقرآن بين أيدينا، ودبا وتبا لمن يدعونا للتشاؤم والقرآن بين ظهرانينا. هم يقاتلوننا بثوراتهم وأناجيلهم المحرفة، فلماذا يريدها بنو جلدتنا قومية وعلمانية؟ بالقرآن سنهزمهم. ولقد أخبرنا الله بطرق هزيمتهم وشرح لنا نصوصهم ورسم لنا خططهم وحذرنا منهم. القرآن هو الذي فضح المنافقين وعراهم وأظهر مكنونهم وحذرنا أشد التحذير منهم كيفنا، وهو من أسباب تراجعنا وذلنا ومن أسباب تسلط أعدائنا علينا. بالقرآن انتصرنا على الكتار الجيش الذي لا يقهر والوحوش الذين لا ينتسبون إلى البشرية. انتصرنا عليهم بعد أن خاضوا بخيولهم في دماء المسلمين في المساجد كما يفعلون اليوم. وليس العجب أننا هزمناهم في عين جالوت وغيرها، ولكن العجب أننا أدخلناهم في الإسلام طواعية. ولبست نساؤهم الحجاب الساتر. سمعنا هذا بالقرآن وسنسمعه مرة ثانية وثالثة: والله معكم لن يتركم أعمالكم. المطلوب منا عباد الله أن نرجع إلى الله وأن نعلم أن النصرة ليست بكثرة عدلنا ولا بعظيم عزتنا ولا بمناصرة الملائكة لنا، ولكن نصر من عند الله كما قال الله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلذلك أراد الله أن يبين لنا الأمر في غزوة بدر لما اشتدت الاستغاثة بالله. أنزل الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممزكم بألف من الملائكة المردفين. فمدهم بهذا العدد ولكن عقب عليه ليخبرهم بأمر في غاية أهمية، وهو أن هؤلاء الملائكة أنزلناكم بها بشرى ولتطمئن قلوبكم بها فحسب، أما النصر فهو من عند الله. فقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. بل أكد الله لنا هذا الأمر في درس جلي في غزوة حنين، فقال: لقد نصركم الله ببدر في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فبين لنا ربنا أن النصر ليس بالكثرة، وزاد الأمر تأكيدا في سورة الأنفال فقال: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. تأمل معي
تأمل معي كيف أطلق الله الكثرة ولم يقيدها بعدد، وتأمل جيدا وافتح قلبك وسمعك معا لما ذكره الله في آخر الآية، وأن الله مع المؤمنين. فهل تظن أنه يرجم من كان الله معه؟ هل تظن أنه يرجم من كان الله معه وناصره؟ لا وألف لا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد تسقط الفلوجة وينحاز المشاهدون، ولكن أبدا أبدا لن تسقط لا إله إلا الله، لن تسقط لا إله إلا الله. قالها إعرابي ورددها في الصحراء فدخل بها الجنة، فكيف بمن قاتل دونها وتحت لوائها ورايتها؟ وهذه كلمات إلى أمريكا ومن خالفها. الله معنا وناصرنا، الله مولانا والله أكبر. فإن متنا أخذنا الله إلى جنته وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يا أمريكا نحن نقتل؟ نعم. نحن نخنم؟ نعم. نحن نقتل؟ نعم. ولكننا نغلب، ولكننا لا نغلب والذي فطرنا، ولكننا لا نغلب والذي فطرنا ولا نغلب لا لشيء إلا لأن الله معنا. لا نغلب لا لشيء إلا لأن الله معنا. وهذه أيضا كلمات العرفان إلى من رفعوا في الفلوجة رؤوسنا، وفي العراق وفلسطين وكشمير والفلبين والسيسان وأفغانستان، إلى المجاهدين وصانع المجد وراكبي صهوة العز، إلى عشاق الجنان ومكين الرحمن. إذا اشتد بكم البلاء فتذكروا أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وإذا جمع العدو عباد الدرهم والفروش فتذكروا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا رأيتم خيانة الخونة والعملاء فتذكروا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وإذا خذلكم أهل الفتوى وأشباه العلماء وهم قاعدون عن انفروا خفافا وثقالا فتذكروا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خذلهم. وإذا رأيتم جنود الشيطان قد أقبلوا بطائراتهم ودباباتهم فتذكروا قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واملأوا أرض المعركة بالتكبير، واملأوا أرض المعركة بالتكبير. فإن كانت أمريكا كبيرة فالله أكبر، الله أكبر. كبري يا أمتي واستبشري بالعز والسلطان. الله أكبر، أبشري يا أمتي واستبشري يا أمة الإحسان. الله أكبر، جلجلت يا أمتي فتكذب الأعداء بالصلبان. الله أكبر، والجهاد طريقنا هذا سبيل العز في البرقان. لن ننحني فجباهنا لا تنحني إلا لرب الخلق والأكوان. كلا ولا، أمريكا في طغيانها وجيوشها من أرض الرومان. سندك قوتها بعزة ربنا، ونزلزل الطغيان بالإيمان، وندمر البهتان بقوة بأسنا بالنار والتفكير كل أواني، حتى تعود أمريكا لدارها دعارها والذل يصحبها بكل مكان. هذا وربي وعدنا وجهادنا حتم علينا يطرد الوحيان. أن نلحق الصلبان في أوطانهم فرض علينا ذات فرض ثاني. فلتعلم أمريكا أننا لا نسالم ولا ننهزم ولا نهادم حتى ونحن راكدون، بل سنكافح ونحن حفاة جائعون ونقاوم أعمى ونقاوم أعتى السقى. وأننا نستمتع بالموت في الجهاد استمتاعهم بالحياة
لقد أثبتت لهم فلوجتنا أن حياتنا شرف وموتنا فخر وخيارنا إما النفو أو الشهادة. أثبتت لهم فلوجتنا أن حياتنا شرف وموتنا فخر وخيارنا إما نصر أو شهادة. قال الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. اللهم يا رب المسلمين، اللهم يا رب المسلمين الذين أورثتهم الكتاب واصطفيتهم على العالمين، اللهم يا رب المسلمين الذين اخترت لهم نبيا خير الخلق أجمعين، اللهم يا رب المسلمين الذين سماهم خليلك إبراهيم من قبل، اللهم يا رب المسلمين الذين يصلون على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أنبيائك ويعظمون كتبك ويقاتلون أعداءك. اللهم يا رب المسلمين الذين يوحدونك في الأرض كما يوحدك ملائكتك في السماء ويعبدونك في الأرض كما تعبدك ملائكتك في السماء. اللهم يا رب المسلمين الذين يصلون إلى بيتك المعظم ويطوفون لبيتك الحرام. اللهم يا رب المسلمين الذين سالت دماؤهم دفاعا عن دينك الذي ارتضيت لهم يا رب العالمين. اللهم يا رب المسلمين الذين تمزقت أجسادهم فداء لدين نبيك الذي اصطفيت على العالمين. اللهم يا رب المسلمين الذين يحمون المسجد الأقصى بيتك الذي هاجر إليه أنبياءك وأسريت إليه بخاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا رب المسلمين الذين يحبونك أعظم مما يحبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم. اللهم يا رب المسلمين الذين يتضرعون إليك بأكف العبيد ويتوسلون إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى لأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا رب المسلمين يا من أنت مولانا الكافرين لا مولى لهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أيدهم في الفلوجة وفي كل مكان. اللهم أفرق علينا وعليهم صبرا وثبت أقدامنا وأقدامهم وانصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا. اللهم امنح إخواننا أكثر أعدائهم، اللهم مكنهم من رقابهم، اللهم ردهم عن بلادنا وبلاد المسلمين خائبين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عجل بنصرك واجعلنا في جندك وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب. اللهم عجل بنصرك واجعلنا في جندك وارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مقبلين. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب العالمين. نسألك يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، اللهم انصر إخواننا في العراق نصرا معجلا وارفع الذلة عن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك معنا ترى مكاننا وتعرف منقلبنا ومسقانا وتعرف أننا قلة مستضعفون في الأرض يتخطفنا الناس ويتآمر علينا البعيد والقريب. اللهم إن تهلك هذه العصابة الفلوجة فلن تعتد في الأرض أبدا. اللهم هذه أمة الكفر والإلحاد قد انقضوا علينا بأسلحتهم وخيلهم ورجلهم وليس لنا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وردنا إليك ردا جميلا وانصرنا نصرا عزيزا واشف صدور قوم المؤمنين يا رب المستضعفين والمساكين. ارحمنا رحمة من عندك تعز بها دليلنا وتشفي بها مريضنا وتفك فيها أثيرنا وتنصر بها المجاهدين. اللهم أرنا في أعداء المسلمين عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم طغوا وبغوا ولقد قال يا رب ظلمهم وأنت لا تحب الظالمين. اللهم لقد زاد مكرهم وأنت خير الماكرين. اللهم كثر كيدهم وأنت ذو الكيد المتين. اللهم طال صبرنا
اللهم بأسك مرادنا، اللهم فلا ترد عن القوم المجرمين إلى من تكلنا، إلى عدو من نحته أمرنا، أم إلى قريب يتجهمنا. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك من أن يحل علينا غضبك أو سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أخرج اليهود والنصارى من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، مزقهم كل ممزق، وشردهم في الأرض يتيهون فيها كما شردتهم من قبل. اللهم لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، فرقهم دويلات صغيرة ومزقهم شبر مدر. اللهم أمطر عليهم حجارة من السماء، وأتيهم بعذاب أليم، يخرج أبناءنا من بينهم سالمين. اللهم ارحم المسلمين الذين شاهدوا بأن لا إله إلا الله، ارحم الرجال الذين انتهكت محارمهم، والنساء الذين انتهكت أعراضهم، والأطفال الذين اغتيل أهليهم. اللهم ليس لنا رقا سواك فنرجوه، وليس لنا سواك إلها فندعوه، لقد ضاقت علينا أنفسنا، اللهم لقد ضاقت علينا أنفسنا، ونحن نعيش في ذل وهوان، واشتقنا لذكرك ووعدك، وتلهفنا لرفعة دينك، وانقطعت أسباب النجاة، وانقطعت أسباب الرجاء فيك يا رب العالمين. اللهم أذقنا رحمتك، وخصنا بعفوك، وأصبنا برحمة من عندك، وآتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رحمة من عندك تهدي بها ضالنا، وتعيننا بها على أنفسنا، وتوحد بها صفوفنا، وتقوي بها عزائمنا. اللهم أصابتنا فتن كثيرة جعلت الحليم منا حيرانا، وها هي تمر علينا سنين خداعات، وما عدنا نعرف، وما عدنا نعرف الحق من الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا إليه. اللهم أرنا الحق حقا وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا طريقه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واسلك بنا سبيل النجاة حتى نلقاك ونحن لا نشرك بك شيئا. اللهم قد دعتك لم يكن صغيرة فاستجبت لها، اللهم قد دعتك نملة صغيرة فاستجبت لها، فأنت الذي كرمت بني آدم وحملتهم في البر والبحر، فلا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين، ارحم ذلنا وتقبل دعاءنا، ولا تردنا محرومين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، أصلح أمتنا ولاة أمورنا، ولي علينا خيارنا واكفنا شرارنا، اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. طيب لأمتنا ولاة أمر صالحين مصلحين، وعلماء ربانيين، ودعاة مخلصين، رد الشباب والشيب إليك ردا جميلا يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله.